الأندلسية الأستاذ علي بن محمد الرماحي ودرسون الإعلام المملكة البحرين وسيلتحق بنا إن شاء الله بعد دقائق، والدكتور أحمد بن العثمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام جمهورية السودان، سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، دكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعدة للجامعة العربية، السادة الأفاضل محمد عبد المحسن عواش رئيس اتحاد إذاعة الدول العربية، أستاذ عبد الرزاق الطبيب المدير العام إذاعة والتلفزة التونسية والرئيس المدير العام للتلفزة التونسية بإنابة، المهندس خالد بالخيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، أصحاب السعادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بتونس، ضيوفنا الأعزاء. يسعدني باسمي الخاص باسم كافة أسرة اتحاد إذاعة الدول العربية أن أرحب بكم أجمل الترحاب، شاكرين لكم تلبية دعوتنا لمشاركتنا فرحة الانطلاق الرسمي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 19. ويمثل هذا الموعد السنوي المتجدد مناسبة سانحة تتيح للمسؤولين المبدعين والمهنيين في القطاع السمعي والبصري والفاعلين في صناعة الصوت والصورة فرص التلاقي وتمتين وسائل التقارب، ويمكنهم من التحاور وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما يشغل اهتماماتهم وتطلعاتهم، والغاية من كل ذلك دفع حركة الإنتاج العربي إلى ما هو أفضل والارتقاء بأشكاله ومضامينه إلى أعلى مراتب الجودة. أيها الحضور الكريم، يحض الغائمين على تنظيم المهرجان حرص دؤوب وإرادة قوية على تحسين هذه التظاهرة الإعلامية والفنية العريقة وتطويرها من دورة إلى أخرى حتى تكسب المزيد من التألق وتوسع في دائرة شعائها في المستويين العربي والدولي. وأسمحوا لي أن أذكركم بأهم العلامات التي تميز هذه الدورة وتأتي بطليعتها، إقامتها لأول مرة بمدينة الثقافة ولم يمضي على افتتاحها الرسمي إلا أيام قليلة تحت إسهام إشراف فخامة رئيس الجمهورية التونسية، ويطمني في هذا المقام أتوجه بأخلص التهاني إلى أشقائنا في هذا البلد المضياف وللحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية على هذا المعلم الشامخ الذي جاء غاية في الإبداع المعماري الأصيل ومفخرة لأهل الثقافة والفن. يضاف إلى ذلك الحضور الرفيع المستوى لنخبة من أصحاب المعالي وزراء الإعلام والاتصال في الدول العربية الذين نخصهم بالإكرام والتجبيل اعترافا بأسهاماتهم الخيرة في سبيل النهوض بالاتحاد ودعم أشرف. وسيلتحق بنا إن شاء الله في حفل الختام وزراء الإعلام في كل من الكويت والجزائر. السيدات والسادة، تحمل هذه الدورة شعار نصرة القدس العربية تأكيدا لتضامننا المطلق مع هذه المدينة المقدسة جراء القرار الأمريكي الظالم والمستفز الذي يعترف بها عاصمة لإسرائيل، وهو ما يعتبر مسا في الصميم في مكانتها الروحية والتاريخية والحضارية. ولهذا الغرض حرصنا على تقديم برمجة فكرية وإعلامية وتراثية عدتها مشكورة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة العامة بالاتحاد. ومن مظاهر التجديد كذلك المبادرة لاختيار دولة عربية لتكون ضيفة شرف وتستهل هذا التوجه المملكة العربية السعودية التي يقترح المسؤولون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بها فقرات إعلامية وثقافية وفنية متنوعة. ولما كانت المسابقات الإذاعية والتلفزيونية من الركائز التي يقوم عليها المهرجان وأضعتينا لهذا الموضوع ما يستحقه من عناية في إطار الحرص على إضفاء قدر أكبر من المصداقية والشفافية والموضوعية، ويتجلى هذا بالخصوص باعتماد لجان تحكيم تضم خبراء مستغلين من ذوي الكفاءة لتقييم الأعمال المرشحة في هذه المسابقات ورصد الجوائز المتفوقين فيها عن جدارة. وأود أن نشير إلى أن هذه الدورة تنتظم بعد مرور عام على إنشاء أكاديمية الاتحاد اتحاد إذاعة الدول العربية للتدريب الإعلامي الذي كان عاما حافلا بالدورات البرامجية والأخبارية والهندسية التي أنجزت ويبقى أحدث المناهج التدريبية وأرقى التجهيزات وأكثرها تطورا في العالم، وقد استفادت منها مئات المهنيين العاملين في إذاعات التلفزيونات العربية وغيرها من المؤسسات الإعلامية. ضيوفنا الكرام، إن المهرجان ما كان ليرفع هذه الأشواط الإيجابية والغازات النوعية لولا تجاوب هيئات الأعضاء للاتحاد وسائر الأطراف المعنية.
نسجل هنا بكثير من التنوين والعرفان الدعم المتواصل الذي نلقاه من سعادة رئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبد المحسن عواش، الذي ما فتئ يسدي تشجيعاته الثمينة ويؤكد حرصه المستمر من أجل إعلاء شأن الاتحاد وإنجاح المهرجان وتكريس بعده العربي. كما نتوجه لكم تحية كلها إجلال وتقدير. مرت 18 دورة وها نحن اليوم نزهو بالدورة 19. هذه الدورة التي لم تكن لتنجح لولا الشراكة والتعاون الكبير من تونس. تونس البلد المضياف، تونس بلد التسامح، تونس بلد الياسمين. رحلت عنها ولكنها لم ترحل عني. وأشيد بالخصوص بتعاون زميلي وأخي أستاذ عبد العزيز الطبيب رئيس ومدير عام للإذاعة والتلفزيون التونسية لما قدموه لنا من جهد كبير لإنجاح هذه التظاهرة الإعلامية العربية. كما أشيد بشريكنا أستاذ خالد بن خيوط ومؤسسة عرب ساد الذي يقدم الدعم والرعاية لهذه التظاهرة الإعلامية التي تضم كل الإعلاميين العرب. وإن كان هناك من شكر خاص يجب أن يتوجه فأني أسجله لأخي وزميلي وصديقي سعادة المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحمن سليمان. زميلي مدير عام الاتحاد تحدث عن هذه التظاهرة الإعلامية العربية، أنا سوف أحدثكم عن اتحاد إذاعات الدول العربية. هذا الاتحاد الذي تشرفت برئاسته منذ 4 سنوات وحملتموني الأمانة، وأمل أن أكون على قدر هذه الأمانة. منذ أن استلمنا مسؤولية الاتحاد بالتعاون مع أخي الأستاذ عبد الرحيم سليمان حرصنا أن نعمل ضمن 3 خطوط أو استراتيجية واضحة المعالم تنطلق من 3 محاور. المحور الأول هو التنمية البشرية، والمحور الثاني هو مساعدة الدول العربية ذات المحدودية المالية، والمحور الثالث هو تعزيز ميزانية اتحاد إذاعات الدول العربية. فيما يتعلق بالمحور الأول التنمية البشرية، تم بحمد الله افتتاح أكاديمية التدريب الإعلامي والتي تقيم الدورات والتأهيل الإعلامي العربي. فيما يتعلق بالبعد القومي، كان لنا زيارات عديدة للصومال والجيبوتي وجزر القمر، وأنشأنا هناك محطات إرسال وبث. فيما يتعلق بالميزانية، سوف إن شاء الله نوقع حجر الأساس لإنشاء فندق يرفد ميزانية الاتحاد. ما أحب أتكلم كثير، لكن أقول لكم حياكم الله ويا أهلا وسهلا فيكم في تونس وفي ضمن معية ورعاية اتحاد إذاعات الدول العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوفود الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة المكرمين وضيوف الشرف، الأخوة والأصدقاء، باسمي الخاص وباسم كافة العاملين والعاملات بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسية أرحب بكم خالصة الحب في مدينة الثقافة على أرض تونس، مهد الحضارات وملتقى ثقافة. ويسرنا أن نشارككم افتتاح الدورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، متمنين النجاح لكل ما برمج في هذه الدورة من فقرات وأنشطة إعلامية وإبداعية. ويسرنا كذلك أن نتوجه بأحر التهاني وخالص التقدير إلى المكرمين وضيوف الشرف. إن اقتران هذه الدورة بتدشين مدينة الثقافة نأمل منه إضفاء مزيد من الحضور والجمالية على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، فيما هو تظاهرة إعلامية وإبداعية إقليمية ترنو إلى ترويج صورة جميلة وإيجابية عن الإعلام العربي السمعي البصري والعاملين فيه إنتاجا وبرمجة وتقنية. أيها السادة والسيدات، شعار الدورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نصرة القدس العربية، لا لأن القدس تتعرض في هذا الظرف بالذات لحملة شرسة من أجل طمس هويتها وتغيير وضعيتها في مخالفة صريحة للقانون الدولي، بل لأن التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين والإعلاميين منهم بشكل خاص يجب أن يكون بندا قارا في أنشطة الاتحاد وعمل أجهزته، إلى أن
ينال أبناء فلسطين الحرية والكرامة. وفي الختام، إذ أجدد لكم التعبير عن مشاعر الأخوة والصداقة، فإننا نود الإشارة إلى أن الدورة الحالية للمهرجان تتزامن مع حدث إعلامي سعيد، وهو احتفال الإذاعة التونسية هذا العام بالذكرى 80 لنشأتها، وهو احتفال يتقاسمه أبناء الإذاعة وأبناء التلفزة الذين وذلك تتويجا للعلاقة الاستراتيجية مع هذه المؤسسة العريقة والتي بدأت من عدة سنوات. وستثير هذه المنصة التونسية الخاصة، القنوات الخاصة التونسية والحكومية، البث مباشرة من تونس على أقمار عربسات، ملبية بذلك احتياجات البث الفضائي التونسي واستمراريته ونموه المتوقع إن شاء الله بتغطية شائعة تشمل كافة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وقبل أسبوعين عقدت عربسات اجتماع مجلس إدارتها في تونس، وعقدت أيضا اجتماع مجلس الجمعية العمومية برئاسة معالي وزير التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي. ولقد أطلقت عربسات في الصيف الماضي بنجاح والحمد لله قمرا جديدا خاصا بشركة هيلسات الأقمار الصناعية، وإحدى الشركات التابعة لعربسات، ولدينا بنهاية العام بإذن الله إطلاق قمرين جديدين لعربسات في شهر ديسمبر بإذن الله وفي شهر يناير من العام القادم. تربطنا باتحاد إذاعات الدول العربية علاقة استراتيجية مميزة بدأت أكثر من 30 عاما، حيث نشترك مع الاتحاد في الكثير من الأهداف، وتجمعنا رسالة واحدة تحت مظلة الجامعة العربية، وهي ربط العالم العربي بعضه ببعض وإيصال رسالته الإعلامية إلى العالم الخارجي بأفضل ما توصلت إليه تقنيات البث والاتصالات. ونعمل معا في العديد من المشاريع الناجحة مثل مشروع الباقة العربية العالمية الموحدة التي تعتبر من أنجح الأعمال العرب المشترك في المجال الإذاعي والتلفزيوني، والتي تعد نقل القنوات الفضائية المشاركة في هذه الباقة إلى المشاهد العربي في مختلف مناطق التغطية العالمية خارج الدول العربية. وتعززت علاقة عربسات مع الاتحاد باتفاقية الشراكة الخاصة بنظام شبكة تبادل الوسائط المعلوماتية المتعددة مينوس، والذي يعد الشبكة الأكبر والأسرع لتبادل الملفات الإعلامية التي تستخدمها الهيئات والشركات المسؤولة عن البث الفضائي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في اتحاد الدول العربية ومتطلباتها الخاصة. ويجب أن نذكر أن نعمل سوياً مع الاتحاد في كثير من اللجان العربية والدولية المختصة بالتنسيق بين القنوات الفضائية ومكافحة التشويش المتعمد على البث الفضائي، ونسعى دائماً لتطوير هذه العلاقة والرقي بها لما فيه خدمة وطننا العربي. لا أريد أن أطيل، وختاماً أكرر شكري لكم جميعاً على حضوركم، وأكرر شكري لفريق اتحاد إذاعات الدول العربية.
الشعور.